بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم طلاب وطالبات الصف السادس الابتدائي في هذا الدرس. طبعا درس لهذا اليوم مثل ما تلاحظون أمامكم أسئلة أخير السنة. طبعا هاي الأسئلة أسئلة مقترحة من قبلي لأسباب متعددة ومختلفة. السبب الأول عزيزي الطالب، أنت راح تعرف صياغة الأسئلة شلون تجيك بالامتحان وأقسامها، وكذلك راح تعرف اشقد على كل سؤال، يعني اشقد على كل سؤال ايش كم درجه، بالاضافه الى راح تعرف هذا سؤال قواعد، هذا قطع خارجيه، هذا قطع كتاب، يعني تعرف تفاصيل الاسئله، بالاضافه الى فكره ايضا جدا مهمه انه انت بعد ما تقرا وتكمل قراءه تريد فتشي تختبر نفسك به. هاي الاسئله انا عادها لك عزيزي الطالب ومرتبها، راح ان شاء الله اشرحها لك بالتفصيل من تكمل قراءه تجيني. زين استاذ، هاي الاسئله تجي 100% كلها تجي؟ ما اقدر اقول لك تجي كلها، ما اقدر اقول لك ما يجي من عندها، فهي الاسئله يعني مهمه، بس ها استاذ اعتمد عليها اقراها بس هي، لا ابوي روح اقرا، كمل قرايتك، احفظ لي المنهج، رتب وتعال هنا حل وافتهم وتعلم وان شاء الله بيها فائده. اول شيء عز الطالب، انت يعني بالصف السادس الابتدائي تكون سبع وشجاع وان شاء الله ماكو شيء صعب عليك. تجي القاعه الامتحانيه عزيزي الطالب، تكتب اسمك بالقلم الجاف وترتب دفترك قدامك. استاذ ابدي من اليمنى لو من اليسرى؟ شوف شو يوجهك، قال لك ابدي من اليمنى اشتغل من اليمنى، قال لك من اليسرى اشتغل من اليسرى. تجي للاسئله تكمشها، كل واحد شلون متعود، واحد يقرا سوره الفاتحه، واحد ما اعرف شو يسوي، انت شلون متعود حبيبي؟ شلون متعود تشتغل؟ اشتغل. تجي تلاحظ وياي هسه النوب، نجي للاسئله. اول بدايه هذا لو تلاحظ هنا كله منطوق الاسئله المن للصف السادس الابتدائي المدارس الابتدائيه، وقتك 3 ساعات تنتبه لي، وطبعا الشهر اللي هو جون ويعني بالضبط نفسه. لكن عندك ملاحظه هنا مهمه جدا جدا. الملاحظه عز الطالب تقول نوت، ملاحظه answer، جاوب all the questions، يعني جاوب كل الأسئلة، يعني سؤال. زين استاذ يعني شنو ما بيها ترك؟ لا بيها ترك، ترك شنو؟ ترك ضمني. شوف هاي ملاحظة حلوة خليها ببالك. هسه تجي ها وبعدك ملاحظة ثانية، راح اشوف اكو بالأسئلة الوزارية راح اشوف اكو كتابة بالعربي، يعني هم كاتبين لك بالعربي، مترجمين لك السؤال بالعربي، بس السؤال بالعربي والبقية لا والله كله بالانجليزي. نجي للسؤال الأول أي. السؤال الأول أي هو قطع المرئية اللي عندها، قطعة هانو فرح، قطعة الدكتورة، قطعة المواد، قطعة الأستاذ اللي عن الفضاء، قطعة كيف نكون آمنين على الإنترنت. هاي السؤال أول موجودة بالسؤال الأول، القطع المرئية. طبعا أنا جايب لك كيف نكون آمنين على الإنترنت، ليش؟ لأن قطعة هادفة وجميلة. المنطوق شنو؟ يقول read، اقرأ the following passage، اقرأ القطعة التالية carefully بعناية، and where، then ثم، وثم write، اكتب. اشتكتب true، شنو معنى true؟ true معناها صح، احفظها من هسا. ليش؟ لان اكو طلاب مع الاسف ما يعرف شنو معنى true. true اذا الجواب صح ايش تكتب؟ تكتب true. اذا الجواب صح ايش تكتب؟ true. اما اذا الجواب خطا تكتب false. زين استاذ يصير اكتب بس تي وهنا اكتب بس اف؟ اي ابوي يصير، بس انت انقلها صح وكامله وحلوه من هنا، انقلها من الاسئله نصا. لا تكتب، وانتبه انقلها صح مو تنقل خطا، انت سبع لا تخلي هاي تفوتك. هسه ترو معناها صح والفولز معناها خطا. فور ذا سنتنسز هذني الجمل، ذني. زين استاذ وين اذني الجمل؟ هذني يعني يبدا من الواحد للسته، ذني الجمل اللي عليها الاسئله. تبدي انت شايفهن وقاريهن القطع وفاهمهن، طبعا هن فهم، ما ابد ابد لا تحفظ كل شيء، افهم بس افهم. راح اقراها بسرعه واترجمها. There are هنالك 6 ways، 6 طرائق، to stay لكي تبقى safe امن اونلاين على الانترنت. طبعا هاي انا شارحها اوكي، بس تكتب رقم الصفحه واسم القناه تطلع لك، لكن انا هسه اريد اشرحها مره ثانيه لان هادفه، فيعني قطع حلوه بيها معلومه تستفاد من عندها، وضحت الفكره؟ فهنالك 6 طرائق لتكون امنا على الانترنت. اول طريقه بي نايس، كن لطيفا تو بيبل اونلاين، للناس اللي على اليمن على الانترنت، اونلاين يعني على الانترنت، هذا واحد.
بي كيرفول كن حذرا، شوف النصيحة الثانية، بي كيرفول كن حذرا about عن أو بشأن what you share، شنو أنت شارك، ال picture الصور، ال thoughts الأفكار، طبعا pictures بها أس جمع، pictures الصور، ال thoughts الأفكار، صوركم أفكاركم دير بالكم عليها، موش يا هتشان مو يا هتشان تنشر إلي عز الطالب. نجي بعد، نجي keep حافظ your personal information المعلومات الشخصية حافظ عليهن، شنو إنه safe بأمان. بعد keep your password حافظ على رقمك السري safe بأمان. بعد من تريد تكتب رقم سري you should use letter، أنت يجب عليك ولازم تستخدم letters حروف، والحروف capital letters حروف كبيرة. وبعد numbers أرقام and symbols ورموز، حتى يكون قوي لازم أنت تتضمن هذين، حتى يكون الرمز السر قوي ما حد يخترقه، حروف كبيرة أرقام ورموز. بعد يقول never، شوف هنا يمنعك منع، never meet لا تقابل a person شخص that you only know online، that بأن you أنت فقط تعرفه على الانترنت، يعني شخص إذا بس على الانترنت لا تقابله، إذا تعرفه بس على الانترنت لا تقابله. شوف المعلومات الحلوة، if you إذا أنت find وجدت something شيء ما you don't like أنت ما تحب، وين وجدته online على الانترنت شو تسوي، tell your parents أخبر أبويك or your teacher أو معلمك. هذه القطعة عزيز الطالب شرحت لك إياها، النوم تجي الأسئلة اللي عليها بالكتاب yes or no، لكن هنا المطلوب من عندك true or false، هو نفس الشيء، ال yes معناها إيه والترو معناها صح، أما النو معناها لا والفوز معناها خطأ، نفس الشيء مكان ما yes or no هنا true or false. المطلوب من عندك تروح للقطع، احتمال ما تجيك هاي حبيبي، احتمال تجيك احتمال ما تجيك، تروح للقطع شلون تقرأ السؤال، تجي تباوع مثلا عندي للنقطة الأولى، طبعا من دفترك منين قال لك الأستاذ حل منين اليمين من اليسرى، تبدأ ترقم من الواحد المن للستة، ترقم من الواحد للستة، وبعدين تبدأ تحل بقلمك الرصاص، بيش تحل قلم رصاص ممنوع جاف، أي جاف ممنوع تستخدم قلم رصاص، هم خليها فكرة هاي ببالك، يعني حتى ما تشلع قلبك وما يظلون يحجون عليك بالقاعة، استخدم بالأجوبة قلم رصاص فقط، أما اسمك قلم جاف أزرق أسود شوفهم شي يقولوا لك، لا تستخدم قلم أحمر أبد. نيجي نجاوب، تجي رقمت جيد، قرأت منطوق السؤال إيش قد قايل لك جاوب 5 5 only، يعني كل 6 بالأسئلة لازم إيش قد نجاوب على 5 ووحدة إيش نكتب عليها ترك، لازم نترك وحدة، لازم شو نسوي نترك. زين استاذ هسه شلون اقرا مثلا، انا القطع عندي هوايه بكل واحدة عندي قطعة، اي حبيب انت عندك تقريبا 6 قطع، تجي مثلا لهاي القطعة تجي تقول you shouldn't share thoughts with friends، انا بهاي القطعة مالت كن امنا على الانترنت، اذا شفت كلمة friends اوكي لازم اكتب false والجواب false. ليش؟ شوف هنا شوف راح اترجم لك اياها، شوف انت لازم أو يجب عليك ألا تشارك الأفكار مع أصدقائك، إذا ويا أصدقاء ما شارك أفكار العدو يا ما شارك، فلازم الجواب راح يكون فوز، لأنه يقول لي لا شارك، لا عيني أصدقاء سولفينهم أسراري سولفينهم صديقي حبيبي يعني أوكي. هسه نجي لمن فوز، الجواب شنو؟ الجواب فوز. زين شلون استاذ؟ شفت كلمة friends فوز. نجي للثاني، هذا شفت password 1 2 3 الجواب فوز هتش، فهمت شلون؟ تروح للقطع هتش تحفظها، يعني شو تسوي؟ يعني تجي للجملة تاخذ من عندها كلمة واحدة. تعالي لهنا خل اقرا لك اياها، this is a good password، هذا اللي يقصد بهذا، هذا رقم سر جيد، شوف هذا جيد كلها تعرفها، password 1 2 3 معروف وبسرعة ينكشف، فهنا جواب شنو؟ false. أروح للنقطة الثالثة، if I don't like something on the internet، إذا أنا ما أحب شيء على الانترنت tell an adult أخبر بالغ،
من خلال كلمة بالغ، يعني بالغ يقصد بي أبوي، أبوي كبار، أمي كبيرة، المعلم مالتي كبير، فهذه أدلت. ها صح، إذا أنا ما حبيت شيء أخبر شخص بالغ، فمن خلال كلمة أدلت إيش أقول؟ أقول ترو. شوف شلون، شوف زين. وها أنت لا تكتب بالأحمر، أنا قاعد أكتب بالأحمر حتى يبين لك الجواب، حتى الإجابة شنو تبين عندك، فأنت استخدم الرصاص، لكن أنا أكتب بالأحمر حاليا حتى تبين. جيد، اذا استاذي عنا شفت ادلت اكتب ترو اي، والقطع البقيه اللي عندك بهاي الطريقه. نجي لها، يو ماست نيفر ميت بيبل، انت لازم ما تشاهد او ما تقابل الناس ذات يو اونلي نو اونلاين، اللي فقط تعرفهم على الانترنت، لا تقابلهم. فمن خلال كلمه ميت بيبل الجواب مباشره قلنا ترو اي والله، يعني انا شخص بس على الانترنت ايش اعرف من عنده، صديق كذي بيكتني يسوي لي ما اعرف، فلازم ما اقابلهم، فالجواب شنو ترو. نجي للنقطه الخامسه، يو شود نيفر كيب، شوف شوف هنا، شوف اذا شفت مثلا بيرسونال انفورميشن معلومات الشخصيه وشفت كلمه نيفر، يعني احاول هنا ايش يقول لك، يقول لك انت لازم، شوف لازم ما تحافظ على معلوماتك الشخصيه بامان. شلون حكي، شلون ما احافظ على معلوماتي، الرقم السري، الصور اللي بجهازي، صور العائله، اذا شلون ما احافظ عليها؟ الجواب مباشره فولس. وضحت الفكره، كلمه واحده. نجي للاخيره السادسه، it is a bad idea، انها فكره سيئه، to put and تضع your phone number online، ان تخلى رقمك اونلاين يعني الناس كلها تشوفه. يقول فكره مو صحيحه، مو خوش سالفة، إذا تقول له إيه والله صح، لأن كل ساعة واحد ظل يدق عليه. إذا جواب عزيز الطالب ترو، لازم ما أخلي، فتعتبر فكرة شنو سيئة. إذا شفت باد ايديا فكرة سيئة قل له ترو، تحفظ بهاي الطريقة. تجاوب لي على شقد؟ تجاوب لي على خمسة، واحدة من عدها تكتب ترك. أنتقل المن للسؤال اللي بعده، هسا عرفنا هذن اللي القطع اللي موجودة بالملون. نجي المن للسؤال الأول بي ايضا، شوف ها سؤال هذا الاي فرع اي عليه 10 درجات والبي عليه 10، وخليها ببالك كل فرع موجود عندك هنا عليه 10 ما عدا الانشاء، الانشاء عليه 20 درجه والبقيه كلهن 10 10 10، كلهن على 10 ما عدا الانشاء 20، لذلك الانشاء دير بالك عليه. نجي لهذا، هنا يقول تشوز، اختار the correct answer، الجواب الصح، answer معناها جواب، correct الصح، between practice بين قوسين، بين قوس انا اختار. زين استاذ هذين منين نجيبين هاي المعلومات، منين نجيبها؟ عندك قطع بالكراسة، قطعة احمد النادل، عندك قطعة الورق، قطعة لابتوب باسم، وعندك ايضا قطعة الشيبس، وعندك قطعة عيد الام، هن من عندهن هذين يجيبون. هذا بالسؤال يا والسؤال اول بي. نيجي الاول وحده، which service does احمد prefer، هم نفس الشيء، من تريد تحفظ اذا شفت مثلا هالسؤال بهاي الهيئه يقصد اي خدمه، او اذا شفت breakfast or lunch مباشره اختار breakfast، يعني هيك اخلي هنتات. واذا انا شاطر بالترجمه، لا والله قاعد اترجم، اي خدمه احمد يفضل اقل البريكفاست اللي هي الافطار، ليش؟ لان يحب يرجع مبكرا حتى يشوف اولاده من يرجعون المدرسه، اذا بريكفاست. نجي هنا سؤال ثاني، اذا انت قوي بالترجمه يقول لك only three things، فقط ثلاثه اشياء، are made from paper، يعني بس ثلاثه اشياء تصنع من الورق، شلون يصير هذا؟ اذا انت شاطر بالترجمه ترجمه، اما اذا انت مو شاطر اذا شفت كلمه 3 وشفت كلمه paper مباشره قل له false. شلون؟ الاوراق، الورق نستخدمه بالكتابه، بالجريده، بالصف، بالصف يعني كوما، يعني اوراق هواي، استخدام استخدامات الورق كثيره كثيره جدا جدا. وضحت الفكره؟ اذا الجواب شنو؟ false. نجي للنقطه الثالثه، did the customer like the new invention، هل احب الزبون الاختراع الجديد اللي هو اختراع الشيبس البطاطا، اوكي؟ فالجواب ايه، شلون؟ الجواب ايه احبه، اذا يس هي ديد، يس هي ديد، يعني هيك.
نجي للثالثة، the family العائلة. Can use يمكنها أن تستخدم the laptop in different rooms. للعائلة يمكن أن تستخدم الحاسوب. إيه الجواب شنو؟ true، صح، حاسوب هنا هنا هنا، إذن جواب true. أما بالنسبة للنقطة الرابعة، لو تلاحظ عزيز الطالب يقول what is أحمد's uniform، ما هو الزي الرسمي لأحمد؟ أنت إيش عندك؟ عندك black trousers اللي هو البنطلون الأسود، and a white shirt اللي هو القميص الأبيض. ولو تلاحظ عزيز الطالب إن الجواب الثاني أو الاختيار الثاني white trousers اللي هو البنطلون أبيض and black shirt والقميص الأسود. طبعاً أنا إيش قايل لكم ومعلمكم؟ قايل لكم لازم black trousers، لازم بنطلون أسود وقميص يكون القميص أبيض. إذن الجواب هو هذا عزيزي الطالب، هذا جواب النقطة الخامسة. In Iraq في العراق Mother's Day عيد الأم، ها عيد الأم يا شهر مارش، هتش مباشرة هتش، وضحت فكرة؟ هذا بالنسبة لمن؟ بالنسبة للقطع. هسا عرفنا كل فرع عليه 10، راح ننزل آن ياك المن للقواعد. القواعد وين موجودة؟ السؤال الثاني أي، ونقول لك choose اختار the correct answer الجواب الصحيح. وش قد اختار لي؟ 5. هن ايش قد؟ 6. ابدي رقم 1. نجي الاول وحده، دانيا live لو lives with her family. لو تلاحظ دانيا مفرد، بما انه مفرد لازم تاخذ فعل بس، اذا جواب lives خلاص. زين واذا عندك is وار وام؟ لا لازم is، دانيا مفرد الاس. زين استاذ واذا عندك do وdoes؟ لا تاخذ does لان بس. زين استاذ واذا عندك هاف وهاز؟ استاذ تاخذ هاز لان دانيا مفرد. تلاحظ يخاف يجي، يعني انت عندك ترى هواي، يعني انا من جيت تسوي اسئله للقواعد هواي لقيت معلومات، قمت انتقي من عندنا اتنقى هذا 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 وخليك اياه. وضحت الفكره؟ نجي من النقطه الثانيه، ديس لو ذيس، ها استاذ اسماء الاشاره، هذا تستخدم مع الجمع يعني الهوايه، وهذا تستخدم مع المفرد. تعال لي لاحظ very nice boots، هاي بها اس، اذا مباشره اختار مجمع يعني ابدي. او بعد شدك عندك ار، الار مع منو؟ مع الجمع. زين استاذ اذا عندك از راح يكون هذا مفرد ولازم تختار ذس. زين استاذ هنا ليش اختاريت ذس؟ لان عندك ار للجمع. وضحت فكره؟ راح نروح للثلاثه، we enjoyed themselves لو ourselves in the park، ها ذن الضمائر الانعكاسيه، شنو انه ضمائر انعكاسيه. زين استاذ هذا شلون احل؟ استاذ انا ما اعرف. تعال للفاعل، الفاعل we قل له ourselves، الفاعل they قل له themselves، فانت خليها ببالك بالاعتماد على الفاعل. هسه الفاعل يدل على نحن، اقل له ourselves. زين استاذ واذا الفاعل يو تقله yourselves، فانت تعال للفاعل هو اللي يحدد لك. وضحت الفكره؟ الوي شو يصير؟ ourselves. النقطه الرابعه، what do you do لو are you doing now، من خلال الناو معناها مضارع مستمر ابو الاي ان جي، وين ابو الاي ان جي؟ هذا. اذا هذا الجواب. ليش استاذ؟ لان الناو تدل على المضارع المستمر. راح اروح للثالثه، Jupiter is the bigger لو biggest planet. تعالي نيجي هنا مقارنة ومفاضلة، لو ER لو EST. زين هسه شلون؟ تعالي إذا شفت the لازم تختار مفاضلة biggest، إذا شفت the لازم شنو؟ مفاضلة. زين اوكي استاذ عرفتها شكرا لك، اذا شفت ذا قبل الفراغ لازم شنو؟ لازم مفاضله. زين ابرح ابوك استاذ، اذا مثلا اريد اختار مقارنه ايش وقت؟ اذا عندك ذان، اذا عندك ذان هنا. هسه انت عندك ذان؟ ما عندك، شوف اختارت هاي. اما اذا عندك ذان لا والله مقارنه، خليها ببالك خاف تجي تجي. بعدها راح نجي انا وياك المن للنقطه السادسه، لو تلاحظ وي شود لو ماست، plow معناها ينفخ، up the balloons النفاخات quickly بسرعة. فهسه منو استاذ؟ طبعا انت موجود بالوحدة السابعة عندك تمرين علي عزيز الطالب، والشود يعني ضروري ان تفعل هذا الشيء، اما الماست لا لازم. زين هن نفاخات، اذا ما نفخت يعني شيء يصير، اذا مو كلش ضرورية. فهنا أنا الجواب شود، وعندك هذا التمرين تروح تشوفه وتحفظ عزيز الطالب وحالك يا بالتفصيل. فأنت خليها ببالك، الشوت إذا شغلة ضرورية
او غير ضروريه. اما الماست لا، الماست دير بالك ممنوع كلش. وضعت فكره هسه بالنسبه لمن؟ بالنسبه لسؤال القواعد اللي هو اي. راح اجي للسؤال اللي بعده. السؤال اللي بعده يقول ماتش اربط لي ذا تو هافز الانصاف، تو هافز النصفين يعني هذا نصف وهذا نصف، of the sentences للجمل، الليست في ليست A هاي ليست A and ليست B والجملة B، يعني راح نربط هذا مع هذا. بعض الأحيان يقول لك أنصاف الجمل وبعض الأحيان يقول لك اربط الأسئلة مع أجوبتهم. لذلك أنا جايب اليوم جايب أسئلة أوكي مع أجوبة هنا وجاوب، لا والله جايب لك بعد جايب لك جمل بعد ما تجي الحكايه، وجايب لك جايب لك جايب لك جمل حتى نوع لك شيء يجيب لك عادي. زين استاذ هذا شلون ينحل؟ هذا ايضا تريد تاخذه فهم، تريد تاخذه حفظ، تريد تاخذه ترجمه، انت وشطارتك. زين استاذ هسه شلون ينحل؟ انا هسه عارفه ترجمه بس من يجيني بالسؤال اجر خط يصير اجر خط؟ ابوي انت ما يصير اجر خط، حتى ذني الحليتين فوق شوفن باللون الاحمر الاختيارات، ذني لازم تكتبهن تنزلهن، مو تخلي عليها دائره وتعوفها وتروح، جغير تكتبها اله. فهنا ايضا انت اذا جريت خط راح تاخذ الاسئله او ياخذوها هم الاسئله الدفاتر اللي تصحح، فتخليها ببالك لازم تنقل المعلومه الجواب من الاسئله لمن؟ الدفتر. فتخلي زين استاذ اوكي هسه عرفت انا لازم انقل الجواب وين للدفتر، اي شيء احله انقله وين للدفتر. زين شلون احلين؟ اي تجي انت ايش كم نقطه عندك؟ عندك 6. هو ايش قد قايل لك حل من عندهم؟ 5. جيد تجي انت ترقم من الواحد للستة وبعدين وحده تكتب عليها تارك. جيد هسه اجي ما استاذ ابدا احل النقطه الاولى. اوكي تجي تكتب انت 1 ويا من راح تحلها؟ راح احلها مع البي. فلو تلاحظ ايش راح يصير؟ راح يصير 1 بي. الجواب هذا 1 بي. انا كاستاذ كم صحيح راح اعرف انك رابط الاولى مع منو؟ مع بي، انه اجابه واني بالحل النموذجي. اي صح. dont use لا تستخدم your smartphone الهاتف الذكي on your bike. صحيح جوابها صح. اروح للنقطه الثانيه. اذا الثانيه ويا من اربطها؟ What's your father job؟ ما هي وظيفة أبوي؟ زين استاذ يعني هسا أنا عرفت شلون أحلين. زين شلون يعني هسا أنا أجاوبه؟ هسا هذه الثانية أريد أربطها ويا واحد من هذين الأحرف. تجي لي هنا father أبو، منو الشغلة تعوض عن الأبو؟ شن عوض عنه بيا ضمير هي؟ وين أكو هي هنا؟ هاي هي. إذن جواب 1-2 النقطة الثانية مع الأف. لاحظ 2F. زين هو سألك ما هي وظيفة والدك؟ هنا ايش قالت له؟ هي از ا تيشر. فهذا سؤال وهذا جوابه. اروح للنقطة الثالثة. يو شود ايت، انت يجب ان تأكل. يأكل، من اللي علاقة هنا بالأكل؟ هاي فروت فواكه. اذا 3 اي الجواب 3 اي. لاحظ 3 اي. اجي لمن؟ اجي للنقطة الرابعة. الرابعة جو اونلاين، هاي مال انترنت، منو من هذا اللي له علاقة بالانتر؟ هاي ويب سايت موقع الكتروني. اذا ايش قد صار عندي؟ 4 مع سي. 4 هاي النقطة الرابعة مع سي. 5 شي از ان بيد، هي في الفراش. شي از ان بيد، شنو اللي له علاقة بالبنية هنا؟ هاي شي. اذا صار عندك ربط بين هذه وبين هذه شي. اذا جواب هذا. اذا 5 دي 5 دي. اما ساتة وينز اللي معناها متى، يور بيرثدي عيد ميلاد يقصد، هاي ما اعرفها، يلا اكتب عليها تارك. اما لا تعرفها 6 مع منو؟ مع اتس اون ذا 3rd ابريل، انه عيد ميلادي في الثالث من ابريل. 3-4. فلو تلاحظ عز الطالب هذا الجواب. اذا النقطة الساتة اربطها مع اتش. هذا الجواب النموذجي وهذا الجواب عز الطالب اللي انت لازم تجاوبه. هذا عز الطالب بالنسبة لمن؟ بالنسبة للبي. سؤال الثاني بي. راح انتقل للسؤال الثالث. السؤال الثالث هو سؤال التمارين، سواء كان اسقاط، يعني شنو اسقاط؟ يعني جمل مثل هذني ويعطيك كلمات مثل هذني وانت تنزلها، نصيح لاسقاط، او استخرج الغريب، او اربط مثلا، اربط مثلا الوظيفة مع المهنة، الوظيفة مع مكان العمل، سوري، وظيفة مكان العمل،
أو أربط المذكر من العائلة مع المؤنث على سبيل المثال، أو أربط الفعل مع الشيء، مثلاً بيل يقشر، شيء يقشر أورانج على سبيل المثال، فأربط احتمال استخرج الغريب، فتمارين مختلفة. تمارين، إذن هذا السؤال الثالث هو سؤال التمارين. نجي المن للأي، يقول use استخدم the words الكلمات in the practice اللي موجودة بين قوسين practice to complete لكي تكمل the sentences الجمل. طبعا اختار لي خمسة، هنا هذا يعتمد على المعنى. نقطة على السطر، عندك معاني تحله، ما عندك معاني ما تحله. زين استاذ انا ما عندي معاني واريد على القليل احصل من عنده درجتين، شلون هي هاي الحاله؟ يعني ما استاذ هذا كل ما يجيني السؤال انا ما احلش اسوي؟ هنا ايش راح اسوي؟ راح تختار لك كلمه واحده وتنزلها بين كلها. هذا للطالب اللي ما يعرف، اما اذا انت قاري وشاطر ومحضر، لا والله قاعد تدرسين واحفظني طلع درجه 100، فرح انت وعائلتك وفرحني اني، لا تضيع تعب على الخال بلاش. لكن اسوء الاحتمالات لا والله تاخذ لك كلمه واحده وتخليها بالفراغ وتاخذ درجتين. نجي المن، نجي الاول واحده، I have two، انا لدي اثنان، باسم and هبه، لازم نقول لك cousins، واذا تعرف ان التو يجي وراها جمع وهذه الوحيده بالجمع. نجي المن الثانيه، كوتن القطن، comes from a، ياتينا القطن من شنو؟ plant، من النبات. لو تلاحظ قاعد هذا النص الكلمات اللي بين قوسين انزلن بالفراغ حسب المعنى. means تعني look for، من هذا منو من هذن الكلمات تعني ابحث عن search، الجواب search. I think انا اعتقد the computer الحاسوب is the most important، اكثر اهميه شنو؟ invention، اختراع. نجي للخامسة، we should find recipe easy، الجواب شنو؟ easy recipe. أما الخامسة، my mother always cooks delicious، أمي دائما تطبخ، إيش تطبخ؟ كلمة food وينها؟ هذه delicious food اللي هو طعام لذيذ. لو تلاحظ حسب المعنى، عندك معاني ممتاز، ما عندك معاني وأكو عندك بالتمارين عندك أسقاط. نجي المن، نجي للي بعده، اللي بعده اللي هو ايضا يخص التمارين ويريد من عندك معنى، يعني حتى الاربط يريد معنى، كل يردن معنى، فالتمارين معاني. زين استاذ هسه شنو هذا المطلوب من عندي؟ نفس ما قلت لك هنا جاي يقول لك circle the odd word، يعني حط له دائره حول الكلمه الغريبه، يعني استخرجها. اوكي، يعني هسه احنا راح نستخرج، نخلي عليه دائره، انت تكتبه وين؟ بالجواب، بالحل، بالدفتر. تلاحظ عندك ستة، يقول لك ايش قد جاوب لي؟ خمسة، وعلى كل فرع، على كل فرع 10 درجات، وعلى كل نقطة درجتين. نجي المن الأول واحدة، face، استاذ face معناها وجه، hair معناها شعر، wash معناها يغسل، hands اليدين، منو الغريب بهن؟ هذا الفيس وجه وشعر وهاندز، ذن كلهن أجزاء الجسم، wash معناها يغسل فعل، إذن هو هذا الغريب. هج نجي المن للثاني، apple التفاح، orange اللي هو البرتقال، cherry الكرز، potato اللي هو البوتيتا. زين استاذ مني لو تلاحظ الابل والاورنج والتشيري هذا اني كل اني يعتبرن فواكه، اما البوتيتوز تعتبر خضروات، فاذا هي هذه اللي تعتبر غريبه. نجي لهنا، bread خبز، tomato طماطم، كومبر اللي هو الخيار، والانيون اللي هو البصل. شوف ان كلهن شنو؟ خضروات. اما كلمه بريد اللي معناها شنو؟ معناها خبز، اذا هي هاي الشاذه او هي هاي الغريبه. اوكي نجي لهنا، جريت معناها يبرش، تشيز معناها الجبنه، سلايس معناها يقطع شرائح، بيل معناها يقشر، اذا بيل وسلايس وجريت هذني افعال، اما كلمه تشيز اللي هو الجبنه هو هذا الغريب اللي معناه جبنة. نجي لمن؟ نجي لهذا، ساسبان اللي هو القدرية القدر، نايف سكينة، فوك الشوكة، سبون اللي هي الملعقة، وإذا تلاحظ هذني كلهن نقدر ناكل بهن، أما القدرية لا ما يصير. أكو بعض الناس إيه صح يجيبون القدرية ويقعدون يأكلون، أوكي ماشي، بس ها ما يأكلون بيها، وضحت؟ يعني مو مثل السبون، مو مثل الملعقة. نجي لمن للسادة، فارمر فلاح، waiter اللي هو النادل، grandfather الجد، لو teacher من هو teacher وظيفة، الwaiter وظيفة والfarmer فلاح وظيفة، ذن كلهن وظائف، أما هذه الآية من شجرة من هو؟ من شجرة العائلة.
لأني جابس وظائف، هاي من شجرة العائلة اللي هي الجد، إذن هي هاي الغريبة. هذا عزيزي الطالب بالنسبة إلى جواب السؤال الثالث A و B اللي يخص التماري. راح ننتقل الآن ياك إلى السؤال الرابع A اللي هو fill in the blanks، املأ الفراغات with the missing words مع الكلمات المفقودة. وهذا عزيزي الطالب هو تمرين الإملاء أو سؤال الإملاء. هذا علي 10 درجات عزيزي الطالب، ومهم جدا وبسيط وهواي طلاب تعاني من عنده. طبعا هذا بالدرجة الأساسية يعتمد على مفتاح الحل. يعني استاذ شنو مفتاح الحل؟ يعني لو تلاحظ هنا شوف السوى تسوي له بهاي الكلمة. لو تلاحظ هنا small صارت smaller، اضافة له اضافة له AR، اذا حول هذه الصفة الى مقارنة. لازم انت شو تسوي؟ تحول لي هذه الصفة الى مقارنة. فهنا هذا مفتاح الحل حول مقارنة، انت ايضا مقارنة. زين شو تسوي هنا؟ صفة انتهت بحرف صحيح وقبلها حرف علة واحد لازم تضاعف. لاحظ الجواب هو، ضاعفت التي وضفت ER صارت هوت. نجي للثاني كلين صارت كليند، ها يعني حول الفعل من المضارع للماضي ضاف لايدي، لازم هنا اضيف ايدي؟ لا، اذا تريد تحول الفعل من المضارع للماضي بطريقتي يعني يا اما اضيف لايدي يا اما شاف. زين استاذ هسه هذا ايدي لو شاذ، لازم تحفظ الشواذ اللي يعطيك اياها استاذك. فتيك هذه شاذه، شو تصير؟ تصير توك بهاي الطريقه. تعال للثالثه، لونج صارت شورت، لونج طويل شورت قصير، ها استاذ من الاكس هاي يعني معاكسه، جيد. تشيب رخيص شو تصير؟ تصير اكسبنسيف، معاكسه تشيب رخيص شنو؟ اكسبنسيف رخيص غالي. نجي للرابع كورد بطاقه، كوردز بطاقات، ها استاذ ضاف الى اس يعني جمع، اي جمع. بوكس شو تسوي لها؟ نضيف الى اس؟ لا استاذ، هذه هنا انتهت باكس لازم اضيف الى اي اس، فش تصير؟ بوكسز صندوق صناديق، وانتبه يعني هنا موضوع الجمع. اجي من اجي للخمسة، جاك يعني النقطة الخامسة، جاك اللي هي سراحية الدولكة الاناء، جلاس مصنوعة منين؟ من الزجاج، جيد. السويترز البلوزة منين مصنوعة؟ البلوز وولن. فلاحظ ها هاي المادة وصنعها الحاجة وصنعها، عافية يا بطل. نجي لهنا father نقول عليها dad، الوحدة الأولى father شو نقول عليها؟ dad. زين grandmother الجدة شو نقول عليها؟ شلون نختصرها؟ grandma grandma. فخليها ببالك عزيزي الطالب، هذا سؤال سبيلينج. اما السؤال البي اللي انت لازم تدوره، لازم تبحث علي صغيرون، هذا شوفه هذا من ذني عليه 10 درجات. هذا يعني انت تروح تدور استاذ، مو استاذ، انت تدور شو تدور؟ تدور كلمه كابيتال ليترز الحروف الكبيره، وتدور كلمه بانكتويشن ماركس علامات التنقيط علامات الترقيم. وضحت الفكره؟ هذني الدوره لازم انت تروح الدوره. ليش استاذ؟ لان علي 10 درجات. يعني شنو هو؟ يعني التنقيط. جيد زين استاذ هسه هاي الجمله، اي هاي يعطيك اياها مثلها، مو تروح تكتب له السؤال نصا، لا الجمله اللي جوها. وضحت؟ تجي تقول تجي تنقط. طبعا التنقيط ينقسم قسمين، حروف كبيره مثل ما هو كاتب لك وعلامات ترقيم. زين استاذ شنو حروف كبيره؟ لاحظوا يعني ماي نيم از وسام، هذه لازم انا نقطها. لو تلاحظ الجواب، اول شيء بداية الجملة لازم حرف كبير، دائما بداية الجملة شنو؟ حرف كبير، ممتاز. اذا capital letters. بعدها كلمة names، هاي ال is مختصرها، my name is، بما انه مختصرها لازم يخلي الابوسترف الفاصلة العليا، التخليها هاي تعتبر علامات ترقيم. بعد وسام اسم علم كابيتال لتر، شوفه كابيتال لتر، ها شنو؟ حرف كبير. بعد الجملة لا بدأت بأداة سؤال، بدأت فعل مساعد تخلي علامة استفهام، أما إذا بدأت فاعل شو تخلي؟ تخلي نقطة. هذا شو يصير له؟ punctuation marks علامة ترقيم، فخليت نقطة. ليش؟ لأن ما بدأت بأداة سؤال أو فعل مساعد، لازم شو تخلي؟ تخلي نقطة. هذا الدور علي. بعد هذا السؤال يجيك هنا سؤال، هنا جو سؤال الإنشاء، أنا ما خليته هنا، ليش؟ لأن الإنشاء يريد من عندي شرحه هواي، لذلك نقلته وين؟ نقلته للصفحة الثانية. وأنا يا هسه راح نروح نشوف الإنشاءات اللي أنا جايبهن وش كم إنشاء أنت عندك.
لو تلاحظ عز الطالب هنا اللي موجود هو السؤال الخامس، هذا وينه أمامك، سؤال الخامس تحت عنوان writing اللي هو الكتابة. يقول لك choose، اختار لي either A أو B، تختار يا أما A أو B. هو عندك اثنين، تختار لي واحد من عندهم. أنت عندك بالكتاب أربع إنشاءات، مرة تكتب عن صديق، مرة تكتب إيميل، مرة تكتب ملاحظات، ومرة تكتب عن هدية. عندك أربعة، احفظ من عندهم ثلاثة، ها، وش يجي جاوب من هذين الثلاثة. وضحت الفكرة؟ احفظ ثلاثة. هسه أنا إيش جايب لك؟ جايب لك بالأي write about yourself. طبعا منطوق الإنشاء كلش مهم، ليش؟ حتى تعرف على شنو تحكي، شلون تجاوبه، شو تقله. زين، إذا هو قايل لك اكتب عن نفسك وعن عائلتك وأنت تكتب له عن إيميل، صح لو خطأ؟ أكيد خطأ. فمنطوق الإنشاء مهم. فلو تلاحظ إنشاء الإيميل هذا عز الطالب اللي هو موجود قدامك، هذا وين؟ لاحظ هذا My name is Ali، تقدر تغير My name is Huda، I am 12، تقدر تقول 13، I live with my family in Najaf، تقدر تقول بازرة، تقدر تقول بغداد، اللي عجبك. I have two brothers، عندي أخوين اثنين، and sister، تقدر تكتب بس بالأخوين. My mother is a housewife، أمي ربة منزل، وتقدر تكتب a nurse. She works at home، هي تعمل في المنزل، لكن دير بالك إذا قلت nurse لازم تعمل في المستشفى، هاي تغيرها. My father is a teacher، أبوي معلم، وتقدر تقول doctor، لكن إذا قلت doctor لازم تقول he works in a hospital، أما أنا كاتب لك teacher. يعني باختصار شديد تقدر تغير بي. هذا إذا تريد A تكتب السؤال الخامس A وتبدي تكتب له هذا. هذا ما حافظه تروح للبي. البي شنو؟ يقول write two notes، اكتب له ملاحظتين to your brother and our sister، يعني اكتب ملاحظتين لأخوك أو أختك. طبعا هو المطلوب من عندك تكتب له أربعة جمل. ايش تكتب له؟ أربعة جمل، سواء لأخوك أو أختك، لازم أربعة، أربع جمل. زين، يعني أربع جمل، مو أربع جمل، أقصد بها أربعة أسطر. وضحت فكرة؟ لذلك كان يسوي كتبت ملاحظتين للأخ، كتبت ملاحظتين للأخت، هو تحصل عليها 20 درجة. لاحظ الجواب عز الطالب. الملاحظتين اللي للأخ كتبتن على باسم. باسم الملاحظة الأولى don't hold books، لا تمسك كتبك when you ride your bike، عندما أنت تركب البايسكل. أما بالنسبة للملاحظة الثانية اللي أيضا عليها من على باسم، شي يقول لك؟ يقول put them، ضعهن in your backpack، في الجنطة الحقيبة مالتك، الجنطة الباكباك. وضحت الفكرة؟ هذا الملاحظتين اللي على باسم. أما اللي أخت، الأخت هي هبة، راح أقلها remember، تذكري ذات، بأن the new knife، السكينة الجديدة، is very sharp، حادة جدا، هاي شارب، حادة، very جدا. ثانية be careful، كن حذرة، when، عندما you slice، عندما أنت تقطعين شرائح the onions، البصل، and tomatoes، والطماطم. هذا عزيز الطالب بالنسبة الشرحي، إن شاء الله تكون استفادت. طبعا أنا آسف إذا أخذت وقت، وأنا آسف إذا أنت ما استفادت من الأسئلة، وإن شاء الله تكون قيمة أنا متأكد معها، لو ما تستفاد ما أخليها، لكن يعني خاف، أتأسف وأعتذر من عندك عزيز الطالب على وقتك. وانتهى درسي، وانتظروني في دروس قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.